Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa alihi wa ashabihi amma ba'd. Fadilat shaykhana al-walid al-jaleel, Hassan ʿAbd al-Wahhāb al-Bannā, hafizahu Allah. قد اختلف الشباب عندنا في مصر إلى من نرجع في فتنة الصعافقة ومن أعلم الناس بهذه الفتنة وبأشخاصها والذي حرر المسائل فيها تحريرا علميا وأظهر فيها الحق بأدلته من الكتاب والسنة كلامنا شيخنا حفظه الله عن أهل مصر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. على حد علمي أن الذي يعلم هذه الفتنة وتفاصيلها في مصر من أهل مصر أكثرهم علما بهذا الأمر هو الأخ خالد محمد عثمان وفقه الله وسدد له خطاه، فهو الذي يعرف أصول هذه الناس وقد حرر كتابا تفصيل هذه الأمور وأرسله إلى شيخ ربيع في من أيام قليلة، والذي أرجوه أن يطلع الشيخ ربيع على هذا البيان وفيه بيانات صحيحة بالأدلة مكتوبة ولا قرأ علي. فأنا أرى أن الشيخ ربيع منتظر أن يرفع عنه هذا التحذير، لأنه الحق معه بعد ذلك على قدر علمه، وليس هذا تعدي على الشيخ ربيع، ولا فكل يؤخذ منه ويرد إليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك شيخنا. أيهم أعلم يا شيخنا، يعني الشيخ علي الوصيفي أم الشيخ خالد عثمان؟ الذي أراه أعلم واحد في هذا الأمر الشيخ خالد عثمان محمد عثمان محمد أعلى، وأنا من هذه المناسبة لم أجرب عليه كذبا قط في معاملتي معه طول هذه المدة، فأرجو أن يرفع عنه هذا الاتهام، والله موفق المستعان. بارك الله فيك يا شيخ، هل تسمح يا شيخ بنشر هذا الكلام؟ موافق على النشر مع ذكر التاريخ؟ مع اليوم 22 من ذي القعدة 1444. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم.